زين الوالد الله يرحمه كان شغله دائما مسافر سايق، عدم وجوده بالبيت خلى المسؤوليه تزيد على منه من الاخوه انتم بالبيت؟ اولا احنا هوايه كنا 11 ما شاء الله العائله كبيره اي خمس بنات وسبع ولد. كانت امي متحمله كل شيء يعني بعدين قبل يعني ما كانت اكو ذيك المسؤوليه اللي تقع على عاتق احد. يعني البنات كل وحده تعرف شنو مسؤوليتها، مشغولين بالدراسه، الام تسوي كل شيء، تخبز وتنظف ويعني كل شيء تسوي، يعني شايله كل شيء في سبيل انه احنا ندرس يعني اولاد وبنات. اضافه الى انه اكو مسؤوليات هوايه، يعني مثلا كان كل بيت اكو ملحق بالبقرة يعني الهايشة، يعني رغم ما أنه إحنا بالمدينة بس موجودة يعني، فهي تقوم بمهامها تجاه هذا الحيوان اللي نحبه وتجاه العائلة. كثيرة الولادات يعني ما شفناها مو حامل الله يرحمها. أي الله يرحمها. دائما فطنا عليها هي لابسة أسود لأن حزن أهل الجنوب حزن يعني، فتشوفين تنزع من عمها تلبس على ابن عمها، تنزع من خالتها تلبس على بنت خالتها وهكذا، بحيث ما شفناها لابسة ألوان وما شفناها نايمة بسرير منعزل. يعني دائما تشوفين عندنا غرفة طويلة كلنا نايمين بالقاع من الكبير للصغير، وهي نايمة بهذا الطرف وأبويا نايم بهذا الطرف. يعني يمكن اذا في يوم من الايام شفناها يعني متغير مكانها نظل واحد يسوي نضحك نتفاجئ. مش طاقت لها؟ اي الله يرحمها، لان يعني يمكن انا اقول لك يجوز كل انسان يقول امي غير الامهات. اي بس انا صدق امي غير الامهات، تختلف مكافحه، هي بت قضاء يعني مو بت المدينه، مكافحة تشتغل من الصبح لليل بين غسل الهدوم بين الأطفال بين ما إحنا تزوجنا وأطفالنا أيضا، يعني عمرها ما قالت آخ أو قالت تعبانة أبدا.